كنشاركوا كمؤطرين للتلاميذ ثانوية العائشة للمشاركة في الماراثون الدولي الرباط في نسخته السادسة. ألوغ هاد التلاميذ خديناهم بجد التدريب من بداية السنة. هاد التلاميذ اللي جينا بهم اليوم وجدناهم من بداية السنة وشاركوا في عدة تظاهرات رياضية، وكنا في الوقت اليوم جينا صباح بكري وجبناهم مع المطاف وانطلقوا، وان شاء الله تكون النتيجة إيجابية. استغنينا هذه الفرصة باش نجيبوا طلبة الأفارقة باش يشاركوا في هذا الماراثون اللي عنده إشعاع كبير، ومن بين الطلبة عندنا طلبة اللي مختصين في الماراثون، والأنشطة اللي كنقوموا بها في الحي الجامعي الدولي هي أنشطة متعددة، منها كرة القدم، منها كرة الطائرة، منها الباسكت، يعني عندنا جميع أنواع الأنشطة كنقوموا بها في الحي الجامعي الدولي، وجبناهم هذا الصبح كما قلت لك باش يعيشوا هذا الحدث العالمي اللي كنفتخروا به في البلد العزيز المغرب، وتنتمناو انتصار الجميع والأفضل إن شاء الله. كنشكركم على هذا السباق هذا، وكنتمنى التوفيق للدراري كاملين، الوليدات كاملين والبنيات. أنا جيت نشارك مع ولدي الصغير عندي 13 سنة وبغى يشارك في هذا السباق، وجيت دعمته وكنتمنى التوفيق لجميع المتسابقين إن شاء الله، كاع الوليدات ديالنا إن شاء الله، نتمنى لهم التوفيق إن شاء الله. وحنايا هنا كنتواجدوا هذا اليوم بمناسبة هذا الحفل الكبير اللي هو ماراثون الرباط في الدورة السادسة ديالو، وحنايا جد مسرورين باش نشاركوا هنايا وباش نجيبوا التلاميذ نتاعنا اللي اطرناهم مسبقا واللي حضرنا وحاولنا نحضروا بكثافة في هذا العرس الدولي لماراثون الرباط.